الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث فينا رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، الفاضل مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية لولاية بومرداس ورئيس المجلس العلمي للولاية والفاضل الشيخ الدكتور عماد بن عامر وإمام هذا المسجد، أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على هذه الدعوة. ثم الإخوة الحضور، جزاكم الله كل خير عنا، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وجعل الله الجنة متقلبكم ومثواكم. نقول وبالله تعالى التوفيق. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى الوعظ والإرشاد. في الشريعة هناك المسائل العلمية من فقه ومصطلح وأصول وغيرها، هذه المواد نتعلمها ومن خلالها نتعرف على شريعة الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن هذه المواد جافة، نقرأ نتعلم نكتب، وقد علمنا من شريعة الله ما شاء الله تبارك وتعالى من خلال هذه العلوم، لكن الوعظ والإرشاد حياة القلوب، الموعظة، نسمع من القرآن ومن الحديث ما شاء الله ما فيه علاج لقلوبنا وأنفسنا. تذكرون جميعا في مجالسكم أننا الآن نعيش الفتن ونعيش أمور ما أنزل الله بها من سلطان. فأخي الكريم، أنت في حاجة إلى موعظة، بهذه الموعظة يطمئن القلب وتطمئن النفس، تسمع من الترغيب والترهيب، تسمع من ذكر الآخرة، من أحوال الناس يوم القيامة، هذا يرقق القلب، يلين القلب، بهذا الوعظ ترجع إلى الله رجوعا صادقا. مرة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الغداة وهي صلاة الصبح، ثم صعد المنبر، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه، فأثنى على الله سبحانه تبارك وتعالى ثناء حسنا، ووعظ الصحابة موعظة هم يقولون عنها، هم ومنهم العرباض ابن سارية يقول: وعظنا رسول الله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه، موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، كأنها وصية مودع، فقلنا: ما تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش بعدي فسوف فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه.
الشاهد الذي نريده في هذه المناسبة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة كانت في القمة بليغة تأثيرها وجلت منها القلوب. الوجل أعلى درجة من الخوف، وفي القرآن وجلت قلوبهم أعلى درجة من الخوف، ولما خاف القلب وجل القلب ظرفت العيون وبكت من خشية الله سبحانه تبارك وتعالى. فكما قال الشيخ عماد قبل قليل، لله عز وجل ملائكة اسمهم سياحون في الأرض. ما هي مهمتهم؟ يبحثون عن مجالس الذكر، هذا مجلس ذكر، فيقول بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم، يعني وجدنا حاجتنا، تعالوا تعالوا، فيجلسون ويستمعون. وهم يستمعون الذكر، الله جل جلاله يخبر الملائكة، يقول لهم إني قد غفرت لهم. من البركة، من البركة، أحفظوا يا إخواني، من البركة تاع مجالس الذكر، قالوا الملائكة فيهم فلان وليس منهم، جاء يعني جاء واحد لكن ليس في مرتبتهم، ما هوش من درجتهم، لأن الناس كما قال عليهم رب العالمين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وخذ بالك هنا لطيفة في هذه الآية، الظالم لنفسه، ربي ما حرموش شرف العبودية وهو من عباد الله سبحانه تبارك وتعالى. فقالت الملائكة بعد ما قال أشهدكم أنني قد غفرت لهم، قالوا فيهم فلان وليس منهم، قال رب العالمين في الحديث، قال وله غفرت، حتى هو تشمله مغفرة الله سبحانه تبارك وتعالى. يا إخواني، الفرصة مواتية، إمام يعقد حلقة في المسجد درسا، فلنجلس ولنستمع ونتذكر لعله يخشى. الفرصة مواتية، الحمد لله، الجزائر الآن مساجدها مفتوحة، والدليل على ذلك المشرف على المساجد في هذه الولاية هو جالس معنا، وهو مشكور على ذلك وعلى تواضعه. هذه نعمة، أقسم لكم بالله، أنا مشيت للبلدان، مشيت إلى كثير من البلاد الإسلامية، هذه النعمة، هذه الساعة، هذه اللحظة، والله ما هي موجودة في كثير من البلاد الأخرى. أني نعظم لك الله. الخطبة تاع الجمعة، الخطبة تاع الجمعة، احنا عندنا الإمام في بيته يحضر الخطبة، يحضرها ويلقيها على مسامع الناس، يذكرهم، ينصحهم، يرشدهم، يبين لهم الحلال الحرام. من إنشاء الإمام منه، بعض البلاد تسلم الخطبة ويطلب منه أن يقرأ الخطبة حرفيا، لو كان يزيد كلمة باش يشرح مثلا، بعد الخطبة يتصل عليه يقول الخطبة تاعك فيها الزيادة، من أذن لك بتلك الزيادة؟ الجزائر والله العلي العظيم إننا في نعمة وفضل من الله سبحانه، فلنحافظ على هذا المكسب وعلى هذا الخير وعلى هذه النعمة. ونعم الله تزداد بماذا؟ بشكر المنعم سبحانه وتعالى. ويسلبنا الله النعم إذا ما كفرناها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هذه نعمة، وهذه النعمة ما جاءت إلا بنعمة قبلها. ما هي؟ نعمة الأمن والاستقرار. لو لم يكن الآن البلد آمنا مستقرا، أكنا نجتمع في هذه الساعة؟ الخوف يتملكنا، لا نستطيع المجيء إلى المسجد، نخاف على أنفسنا. ولكن ربي حبانا بهذه النعمة وأكرمنا بهذا الفضل العظيم. ما هي؟ بنعمة الأمن اجتمعنا في بيت الله، وبنعمة الأمن نسمع كلام الله، وبنعمة الأمن نسمع كلام الرسول، وبنعمة الأمن تستقر ونلتقي ونتبادل أطراف الحديث. الحمد لله احنا الآن مطمئنين، جئنا من بيوتنا بطمأنينة وسكينة، لا نخشى شيء. قلوا ربما في الطريق، ربما في الطريق، ربما في الطريق. الحمد لله الآن الطريق آمن، والدماء معصومة، والأموال معصومة، والأعراض معصومة بالإسلام، بدين الله سبحانه تبارك وتعالى. نحن في أمس الحاجة إلى الوعظ. الوعظ كلام الله، الوعظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لما؟ لنتزكى، لنتطهر من أدراننا وأوساخنا. احنا في حياتنا اليومية نقترف الذنوب ونقترف السيئات، فالذنب بيننا وبين الله، والسيئة بيننا وبين الخلق، نفعل هذا. ربي تعالى شرع لنا الشرائع والعبادات لنتطهر من أوساخنا وأدراننا ومن ذنوبنا وسيئاتنا ومعاصينا. ولهذا جاء الحديث عن التزكية. هي التزكية العنوان، شيخ سمير قال التزكية وأثرها الطيب في حياة الفرد المسلم. نتزكى، نتطهر. في القرآن، في القرآن يا أهل القرآن قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وفي القرآن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي القرآن فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ربي، وهذا النبي باش الإنسان يتواضع لله في سيره إلى الله، هذا النبي، هذا الخاتم، هذا الشافع يوم الزحام، اللهم صل وسلم وبارك عليه، سيد الأولين والآخرين وحامل لواء الحمد يوم القيامة، يقول لربه عن نفسه ربي آت نفسي تقواها، وبعدها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الشرائع لا إله إلا الله تزكية لنفوسنا، الصلاة تزكية لأنفسنا، الصيام، الحج، الزكاة، هذه الأركان، الأركان الخمس التي بني عليها الإسلام، شرعت لنطهر أنفسنا من الذنوب والمعاصي. فلا إله إلا الله هي الإخلاص. بالمناسبة الدين هذا كله، هذا الدين كله مبني على هذا الأصل العظيم، ومن لا إخلاص له لا دين له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين،
فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ الفضيل ابن عياض المكنى بأبي علي وكان مجاورا للبيت الحرام لما قرأ من قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أحسنه، قال أحسنه أخلصه وأصوبه. فالعمل إذا كان لغير الله عز وجل، يعني العمل هذاك دخلته شائبة الربا، شائبة الرياء والسمعة وحب الظهور وغيرها من الآفات التي تفسد العمل وتحبطه وتطلفه، قال أن يكون صوابا هذا العمل، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فالخالص مكان لله، وصوابا أن يكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. شيخ، الدين هذا قاع اللي راك تأديه لرب العالمين إذا ما ثمش إخلاص غبرنا ورحنا وخسرنا. سأسوق لك حديثا وبالاختصار ونسوق لك باللهجة الجزائرية. كاين واحد ثلاثة من الناس غدا يوم القيامة، هم أول من تسعر بهم جهنم، ونسأل الله أن يسلمنا وإياك. عباك يقول لك أنا شكون، ذوك تقعد حيران. نقول لك واحد فيهم أتاه الله القرآن والحكمة والعلم، وواحد كان رافد السيف وراكب الفرس، وواحد كان ينفق ماله. تقول هذو من أهل جهنم، هذو مش من أهل جهنم، هؤلاء أول من تسعر بهم جهنم، هم الأولين، يعني رب العالمين يبدأ بهم. لماذا؟ غاب الإخلاص في أعمالهم. يجي هذا الذي علمه الله القرآن وعلمه الحكمة وعلمه العلم، يقول ربي ماذا سويت بذلك؟ يقول أنا جلست للناس وعلمتهم القرآن وعلمتهم العلم وفقهتهم و ربي يقول لا، أنت كذبت، والملائكة يشهدون أنه كاذب. أنت كنت تعلم وتدرس ليقال، هاي الكلمة، ليقال فلان عالم، فلان مفتي، فلان فلان، وقد قيل ذلك. وقد قيل يعني كان ينتظر أن يقال عنه ذلك. وقد قيل جماعة فيؤمر به إلى جهنم. ورجل ثاني مش تميز واحد رافد السيف والفرس وفي ساحة الوغاء وهو يقاتل الكفار وفي آخر المطاف، ماذا فعلت؟ لما أخذت السيف وركبت الفرس ودخلت ساحة القتال؟ لما؟ قال يا ربي إعلاء لكلمتك، كذبت، لقد كنت تفعل ذلك ليقال عنه فلان بطل وشجاع ولا يخشى ساحة الوغى. وقد قيل ذلك فيؤمر به إلى جهنم. والشخص الثالث، ربي أعطاك المال، ماذا سويت به؟ أنا أنفقت على العيال وأنفقت على اليتامى والمساجد والمدارس القرآنية وسبل الخيرات. أنت كنت تنفق ليقال فلان سخي وجواد وفلان فلان فلان، وقد قيل ذلك فيؤمر به إلى جهنم. أخلص العمل. جاءنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. تعرف على الشرك الخفي؟ لأنه محل القلب وإحنا لا نراه، خفي على الناس ولم يخفى على رب الناس. فتعوذوا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. الإخلاص. ولهذا المخلصون حيثما كانوا
حيثما ارتحلوا. والله العلي العظيم غير ربي ينجيهم سبحانه ويحفظه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. التوحيد، التوحيد زكاة لنا من الوقوع في براثين الشرك. والدين، الدين تاع الإسلام، والحمد لله لا يخفى على شريف علمكم أن دعوة الرسل الكرام قامت على هذا الأصل. شو؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، ديننا واحد، وأمهاتنا شتى، ديننا واحد ولا إله إلا الله. الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذه الكلمة الفاضلة: يا قوم اعبدوا الله لا إله إلا الله. إذن كلهم اتفقوا على هذا، ديننا واحد، أمهاتنا شتى، شرائعنا. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي شريعة موسى. وفي القرآن تقرؤون: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اختلفت الشرائع فجاءت الشريعة الخاتمة. شريعة من؟ شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. والآن الآن مع أن حتى شريعة فوق الأرض يقولوا الأديان، الأديان حرفت، غيرت، بدلت. وكاين ميزة لأمة محمدين، الشرائع السابقة ربي وكل العلماء بحفظها بما استحفظ من كتاب الله، ولكنهم ما قاموا بهذه المهمة، فطرأ عليها التغيير والتبديل والتحريف. أما هذه الشريعة الخالدة فإن الله قد تكفل بنفسه بحفظ هذه الشريعة. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فالشريعة محفوظة، وهذه الشريعة الخاتمة التي جاءنا بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهي المهيمنة على باقي الشرائع. وصار ما نتكلم نقول شريعة موسى ولا شريعة عيسى ولا دين فلان، خلاص انتهى الأمر. النبي الخاتم والكتاب الخاتم والشريعة الخاتمة. وفي هذا الباب أقول: مر عمر بن الخطاب يمشي هكذا شايل في يده، شايل يعني يحمل في يده صحيفة من التوراة يمشي، رآه رسول الله قال: ما هذا يا عمر؟ قال: يا رسول الله صحيفة من التوراة. غضب النبي، وبالمناسبة لم يحفظ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد غضب نفسه. كان غضبه إذا ما انتهكت حرمات الله، إذا كان واحد مس الشريعة ولا مس الإسلام ولا العقيدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لذلك. ولهذا النبي هنا في هذا الموطن، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أما نهار كان يقول ساحر، وكان يقول مجنون، وقال اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا كاهن، وقالوا أراد أن يغير وأراد أن يسود وأراد أن يتملك وأراد أن يفعل، النبي لم يأبه بذلك. بل حتى أنه يوم أحد الحمد لله رغم المشايخ هنا الأفاضل، الرئيس المجلس العلمي والشيخ الدكتور بن عامر والشيخ منا وإمام المسجد والأساتذة اللي راهم هنا باش الإنسان ما تكون عنده جرأة على إخوانه، يوم أحد عرفته في السيرة هذا الرباعية كسروها له عليه الصلاة والسلام، أكسرت رباعيته، وهذا الوجنتين الشريفتين سالوا بالدم، وراسه هنا شج رأسه والدم يسيح، وهو يقول، يوم أحد: ما يفعل الله بقوم شجوا رأس نبيهم وأكسروا رباعيته. شيخ، هو كمل الكلام، جاء جبريل
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انتبهت؟ ثم أذيع في الناس، أذيع، والشيطان كان حاضر لينصر الباطل وينصر أهل الباطل. أذيع في الناس أن النبي قد قتل، وقال ربي في آل عمران، في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا اضطربت الحالة لما مات النبي في المدينة، مش يوم أحد، لما مات في المدينة، مات النبي، مات، اضطربت نفوس الناس واضطربت قلوبهم. قام صديق هذه الأمة، وبالمناسبة أفضل الأمة بعد نبيها، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. اللي شذ لا نلتفت لقوله، مجمعون أهل السنة والجماعة مجمعون أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قام أبو بكر، الحالة مضطربة، تهولت الحالة في المدينة، لابد من استقرار واستتباب وضع. قال: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي، وجاء في رواية: إن الله في السماء حي لا يموت. حبسة الحالة. يوم أحد طلع النبي صلى الله عليه وسلم، طلع الأحد الفوق، طلع وتبع أبو بكر ابن أبي قحافة، وتبع عمر، وتبع عثمان وعلي. ارتج أحد، شو عن ترتج؟ يعني تزعزع. قالوا النبي: أثبت يا أحد. فثبت أحد، قالوا: فوقك رسول وصديق وشاهدين، اثبت أحد. أبو سفيان خشنا يوم أحد، ارتكبنا خطأ أننا خالفنا الأوامر النبوية، الرماة الذين يحمون ظهرنا خالفوا التعاليم النبوية، فكان ما كان، كما ذكر الله ذلك في القرآن وجاء ذكره في كتب السير والمغازي. الذي أبحث عنه، وسنعود إلى حديث عمر، لما كان النبي الفوق جاء أبو سفيان، قال: أفيكم محمد؟ قال النبي: اللي كانوا معاه. قالوا: لا تجيبوه، لأن أبو سفيان يبحث عن الأشخاص. قال: لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة، اللي هو أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. فيكم عثمان؟ قال: لا تجيبوه. فيكم فلان؟ قال: لا تجيبوه. ما لقاش إجابة أبو سفيان وهو منتشن بذلك النصر الذي حققه يوم أعد. قال أصحابه، قالوا: أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو هبل. ثم النبي دار، قال أصحابه، قالوا: ألا تجيبوه؟ انتبهوا، والله غير هذه، لما تعلق الأمر بالذات والشخص، قال: اتركونا منه. لما تمست العقيدة، تمس الدين، نغضب، لا لأنفسنا إنما لله سبحانه وتعالى. فلما قال أعلو هبل، هبل يعني الشرك والكفر، قال النبي للصحابة هذوك اللي كانوا معاه، ذوك 4 أو 5، قالوا: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول له؟ قال: قولوا له: الله مولانا، الله أكبر، الله مولانا ولا مولى لكم، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: يا محمد، الحرب سجال بيننا وبينك، يوم لك ويوم عليك. فعمر بن الخطاب رفض التوراة، رفضها بيده، قال: ما هذا يا عمر؟ قال: صحيفة من التوراة. فغضب النبي ثم قال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ايش معنى متهوكون؟ مضطربون حيارى؟ مش نوريك باليد الشريعة الخاتمة، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، الشريعة، الإسلام، الدين، القرآن، السنة، ولو كان أخي موسى من أولي العزم
الكليم عليه السلام أنزل الله عليه التوراة شريعة بكاملها. والله لو كان أخي موسى حيا بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني لو كان الحق موسى هو حاضر مع الصحابة، قادر موسى يقول لي يا محمد أنت ربي تعالى أنزل عليك القرآن وهذه الشريعة، وأنا ربي أنزل علي التوراة وعندي شريعة، يا محمد اتبع شريعتك وأنا أتبع شريعتي، يا محمد اقرأ قرآنك وأنا أقرأ التوراة التي أنزلت علي، ولكنها الشريعة الخاتمة. ما وسعه إلا ماذا؟ ما وسعه إلا أن يتبعني، يتبع 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 رسول الله. ومن أشراط الساعة أن المسيح ينزل ولا ما ينزل؟ ينزل المسيح. السؤال الذي أوجهه إليكم مشي سؤالا تعجيزيا، إنما للبيان، بأي شريعة يحكم عيسى؟ نعم، بالشريعة الخاتمة، بشريعة محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فشريعتنا هي الشريعة الخاتمة، وقرآننا هو القرآن الخاتم، ونبينا هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فالرسل الكرام الشاهد من هذا دعوا إلى التوحيد، إلى توحيد الله، ها، لنتطهر من ماذا؟ لنتطهر من الوقوع في الشرك، وأن نخلص الدين لرب العالمين سبحانه وتعالى. تفضل يا أستاذنا، تفضل. ربي عاب على أهل النفاق، قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عاب عليهم ماذا؟ عاب عليهم أنهم ما عندهم إخلاص، عندهم الرياء، أعمالهم يراؤون بها الناس. ولهذا ربي قال هذا في القرآن يراؤون الناس، يراؤون الناس. هي من المفروض أن تصرف العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا في القرآن قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن سورة الإنسان إنما إن يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم ها لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الإخلاص لله رب العالمين. فنتطهر من الوقوع في الشرك، في السمعة، في الرياء. ولذا عائشة كانت تعطي الصدقة، تعطي الصدقة، فيقول من أمسك الصدقة بارك الله فيكم، يعني جزاك الله كل خير. كانت لا ترتضي هذا، كانت لا تحب هذا. ولهذا الإنسان الآن كيمد الصدقة، كيمد الصدقة لا ينتظر المقابل، ما تستناش يقول لك ويرحم والديك وبارك الله فيك وسلكتني والله يسلك أحوالك أنت أعطي الصدقة وامشي إلى حالك. نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الصلاة الله يا جماعة غير الزكاة، نتطهر بها من ذنوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابه، يقول لهم لو كان واحد قدام باب داره كاين نهر يمشي، نهر ولا واد يمشي، يخرج من بيته يغسل من ذلك النهر في اليوم والليلة خمس مرات، أكان يبقى من درنه، الدرن هو الوسخ، أكان يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلكم الصلوات الخمس، فهي مكفرات للذنوب والمعاصي، تزكية لنفوسنا. ومن سورة هود أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ها إن الحسنات يذهبنا، هذه تزكية.
إن الحسنات يذهبن السيئات. في سبب نزول هذه الآية أن رجلا قبل امرأة لا تحل له. احنا عندنا المحارم وعندنا الأجنبيات. هذا الرجل قبل امرأة أجنبية لا تحل له، فجاء وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. عودوا هذا الهاتف الذي أكرمنا الله به، هذا الهاتف أنا أدعوكم من هذا المنبر هذا، وظفوه في طاعة الله. لأن الهاتف الآن، الهاتف أشغلنا عن الله، والله العظيم الهاتف الآن أشغلنا عن الله وأبعدنا، ونقضي الساعات الطوال مع هذا الهاتف. ولو كان يقضي فيه الإنسان وهو يبحث في الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي السير وفي المغازي لكان له أمرا عظيما عند الله عز وجل. ولكن أنتم الآن تعلمون ما في الهاتف النقال، والآن ضرره، الضرر انتعه أكبر من النفع انتعه. بلك برضك تخرجوا من الحلقة وتقولوا الشيخ رشيد هو افتلي لا باللي ما كانش الهاتف، واللي عنده هاتف حرام عليه، واللي داره راه ارتكب كبيرة، وتولي الحالة قائمة علينا. الهاتف إذا وظفته في مرضات الله هو خير، إذا ما وظفته في طاعة الله كان شرا عليك. قلت لك لي عنده هاتف يروح بعد العشاء يجيب هذه الآية من سورة هود ويقول سبب النزول، هذا هو سبب النزول. قبل امرأة لا تحل له، جاء إلى النبي قال يا رسول الله فعلته. لما ذكر المسألة نتاعه أو ذكر الحادثة نتاعه جاء جبريل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنتزكى بصلاتنا، فإذا شيخ راح نقول لك كلمة ما نقولوش إذا صلينا، قولوا إذا أقمنا الصلاة، خش في الإقامة يأتي الأثر. كي تقيم الصلاة يأتي أثر الصلاة فيك فتنتهي عما نهى الله وتأتمر بأمر الله. هذا أثر الصلاة فيك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يجي واحد الجامع يقول لك شيخ رشيد هاك شو زعما فلان يصلي، هاك شهدت انت باللي يصلي، هاك شو عطيت له الدراهم ودرنا انا وياه صفقة والآن هو الدالي مولي وزعما يقول لك زعما يصلي. لو كان يقيم الصلاة ما أخذ مالك، لأنه يعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن هذه الأموال معصومة بدين الإسلام. ففرق بين من يصلي وفرق بين من يقيم الصلاة. فمن أقامها انتهى، ومن أقامها استقام، ومن أقامها كان على الجادة والصواب. وشوف والله العظيم اللي يحرص على صلاته ويقيم الصلاة على الوجه المشروع ربي يكرمه بكرامة لا نظير لها، يجد في قلبه سكينة وطمأنينة وحلاوة وهدوء وراحة بال. يحصل هذا بماذا؟ بهذه الصلاة التي أقامها الله. ومن سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وكان واحد آخر يصلي، هذا يصلي يؤدي طقوس وحركات ليس إلا. أما السر كما يقولون مشايخنا، السر نتاع الصلاة غاب عنه. ولهذا الإمام ابن الجوزي الله يرحمه برحمة الله الواسعة يحكي عمن يدخل للصلاة يصلي ولكنه ما أقامها، ما حضر الصلاة بقلبه وقالبه. قال الله أكبر، شوف قال يقوم في محرابه، محراب يقول الله أكبر، ها قال قام جسده في محرابه وقلبه يسرح في بلاد الغفلة. هو صح، وصح الآن قائم الله أكبر، هو قائم الآن في محرابه، قلبه وين؟
قلبه يسرح في بلاد الغفلة. ومن الأمور اللي ابتلانا بها ربي ونسأل الله العافية أن الإنسان لما يصلي وما يقيمش الصلاة ما يكونش خاشع. وأول ما يرفع من قلوب الناس الخشوع. الخشوع. شفتوا الإمام لما يصلي كاين الإمام يقرأ من الأنعام، يقرأ مقطع ولا ثمن ولا يقسم على زوج، ولا يقرأ من الأعراف ولا من التوبة ويونس السبعة الطوال، هذه تبعوا في القراءة يتبعوا واحد حافظ، لكن الغالب ما يقرأوش هذا السبعة الطوال هذه. الشيخ نتاعنا هنا الشيخ سمير صلى بنا العشاء قرأنا غير والتيني والزيتوني، وفي الركعة الثانية قرأنا والعصر إن الإنسان لفي خسر، وتشهدنا ونضنا قرينا الفاتحة سرا وسلم. ونجي واحد بجنبك هكذا بركة تقول له لاباس، والله ما شاء الله الحمد لله صلينا العشاء، نسألك سؤال وش قرأ الإمام؟ يقول لك والمسافة قصيرة جدا، ثم ويسلم يقول لك يا ربي، من بعد يضحك ونفرض ما يضحكش، كنت راح نقول كلمة ولكن لا أقولها، يقول له يضحك ما تقول له والله غير نسيت، هو مازال في مكانه أو راح يعقد التسبيح نتاع بعد الصلاة دبر الصلاة، والسيد قرأ بين التيني والزيتوني والعصري، يقول الله غير نسيت ما نش أسنتشو وقيل أسنتشو ونسى. خاش كي كنا نصليه كان ناسيا، ما كانش حاضر، لم يكن حاضرا لما كنا نصليه، ولهذا هذا يقيمها وهذا يصليها. ومن إقامتها تنهى عن الفحشاء والمنكر، تشوف أخلاقه، تشوف آدابه، تشوف كلامه، تشوفه في داره، تشوفه مع جيرانه، تشوفه في العمل نتاعه، تشوف واش يقول، تشوف الصحبة نتاعه، هذه كامل الآثار الطيبة نتاع الصلاة. فنحن نتزكى بهذه الشرائع التي امتن الله بها علينا، الصيام زكاة لأنفسنا. وانت صايم ويجيك واحد، اليوم ما يجيكش واحد، يجيك جيش، هذا يسبك منا وهذا يشتمك منا، لأن الناس في الجزائر نتاعنا هذه في العرف نتاعنا يقولوا خليه غلبوا الصيام، والصيام هذا بوكسير ولا يخي؟ جاء الصوم مدرسة لتهذيب الأخلاق، فإن سبك أحد ولا شتمك أحد لا ترد عليه، خشك صايم، إنك تقيم الصيام لله عز وجل، فلا تشتمه ولا تسبه، سبحان الله، وتقول إني صائم. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا تزكية لأنفسنا غفر له ما تقدم من ذنبه. نتزكى بهذا الصيام ونتقرب به إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم. فالزكاة زكاة لأنفسنا، من وين؟ من الشح، من البخل، من الإقتار، نتطهر، خاطر النفس تحب تقبض. وربي قال في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وفي الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والبخيل يجمع ويروح ويخلي، ومشاريع الخير قدامه ما شاء الله. قلت لهم في سنان ربي من علي، رحت حجيت الحمد لله، واللي حج فيكم إن شاء الله يزيد يحج، واللي مازال ما حجش
إن شاء الله ربي يطول لك في عمرك تروح للحج وتروح للعمرة وتكحل عينيك بالكعبة الشريفة. يقولوا آمين يا صاحب، والله ما ترضون ذلك. قلت لهم أنا اللي عنده المال، اللي عنده المال وما يديرش به طريق إلى الجنة، الله لا يورينا هذا المال حتى في المنام. وقد جاء في الحديث الصحيح: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ينفقون بالليل والنهار، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والرجل في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقة، الصدقة صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الجزائري يقول له راهي دفعت بلا، هذه الصدقة هذيك راهي دفعت بلا. انتبهوا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. واللي عنده مريض، شيخ رشيد كي تصلي المغرب قولوا يدعيوا لنا، اخرج صدقة تداوي بها مريضك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، صلى الله عليه وسلم. فالصدقة، الصدقة طهارة تزكية لأنفسنا، نتزكى من البخل والشح والإقتار. الوقت اللي تجي تصدق، وبالأخص الأغنياء الله يجزيهم خير اللي يمشيوا في مشاريع الخير ويديروا الخير وعرف عنهم ذلك، أسأل الله أن يبارك في أموالهم وأن يزيدهم من فضله. يعني ما شاء الله تقصدهم تقول لهم مسجد، يقول لك أنا حاضرين، ومدرسة قرآنية أنا حاضرين، وتكريم الطلبة أنا حاضرين، وعندنا مشروع خيري نحن معكم، ما يرضوكش. لكن أعرف حاجة، والله هذه الصدقة غير فيها جهاد كبير باش تخرجها. وكي جيت مد، ماش نهضر على الصدقة هذه تاع ألف فرق وألفين، هذه سهلة. اللي يصدق 100 مليون و200 ومليار مشاريع الخير، لما يجي يخرج يجي، تعلموا منا شكون يجي، شكون يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يقول له أعطيهم مليار بزاف، نقص أعطيهم 500، باش كي يجي جامعة واحدة أخرى أعطيهم 500. يريد أن يثبطه الشيطان، يعيدكم الفقر، يخوفه. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وفي سبيل الله، وفي الجزائر، في الجزائر هذه مانيش يجي الجزائرية، المشاريع نتاع المساجد والمدارس بفضل الله ثم بفضل أهل الإحسان. يقول لهم مش كاين هنا، يقولوا الدولة أعطتنا رخصة باش نبنيو جامع. يبنيوه يا ودي، باش نبنيوه؟ عندكم رخصة؟ عندنا رخصة، والقطعة هذه مصرح بها وما فيها حتى مشكل، خلاص أعطوني هذه الوثائق ونروح نتأكد. يروح للشؤون الدينية يقول لهم السلام عليكم، كاين جامع راح يتبنى هنا؟ يقولوا له إيه، وثائق كاين. يقول لهم يا ودي أنا أتطوع لبناء هذا المسجد، ونهار نكملوا راه نجيب لكم المفاتيح تاعو. وبالفعل يكمل كلش، يروح للمدير الشؤون الدينية يقول السلام عليكم، انا فلان بن فلان، هالمفتاح نتاع مسجد خالد بن الوليد. هذو الناس عرفوا وين يحطوا صواردهم، وبالجزائرية هذيك هذو الناس يعرفوا صوالحهم، يعرفوا شي يدير، وعرفوا ان يحط المال الذي يعود عليه بالخير. وقد تزكى، قد افلح من تزكى بماله فتطهر من الشح والبخل. وزيد كاين حاجة نبهك لها، المال قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 40، قال ماله من أين اكتسبه، منين جبته، وفيما أنفقه. أنا أعرف واحد المحسن، جاء واحد الناس يلعبوا البالو هكذا، قالوا كاين الفريق تاع الحي
الفريق تاع الحي حبينا باش يشارك في البطولة الجهوية وباش يطلع للقسم الولائي وكذا، قالوا واش مطلوب مني؟ قالوا له باش تعطينا الزكاة باه نلعبوا البالو باش الفريق تاع البلدية يطلع. يا خيرك يا ربي يا خيرك يا رب، الله يبارك بالرجال جات، الله يبارك، نعطيكم الزكاة تلعبوا بها البالو باه تطلعوا الفريق من الجهوي إلى الولائي. روح وليداتي تروحوا كي تكبروا راكم تعرفوا صلاحكم، روح وليداتي روح، ينفق مال الزكاة للبالو، ينفق مال الزكاة للبالو، ينفق المال الزكاة في الوجوه التي تستحق الزكاة المذكورة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء ومن كان ممن يستحق هذه الزكاة. وجاء موسم الحج، بالحج نتزكى، فمن حج البيت اللي راح البيت ربي ما رفضش وما فسقش، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.